اهلا بيكم في ساينس بايتس، انا احمد ابراهيم. النهارده هنتكلم على توبيك صغير جدا بس خداع. ايه الفرق ما بين مصطلح هومولوجوس كروموزومز وسيستر كروماتيدز؟ بص، انا عارف ان احنا عملنا الفيديو بتاع الميتوزيس والميوزيس، بس حسيت ان الموضوع ده لازم نتكلم عليه لوحده، وهسيب لك لينكات الميتوزيس والميوزيس في اخر الفيديو عشان تربط الدنيا ببعض. نيجي بقى لموضوعنا. احنا عارفين ان خلايا البني ادمين فيها 46 كروموزوم، 23 كروموزوم جايين من ناحيه الاب و23 كروموزوم جايين من ناحيه الام. السؤال بقى، هل ال23 دول زي ال23 دول بالظبط؟ بص، الكروموزومات علشان يفرقوها من بعض فادولها ترقيم كده من 1 لـ23، واخد بالك، لـ23 مش لـ46. فلو جينا في الناحية بتاعت الكروموزومات اللي جاية من الأب، هنلاقي عندنا كروموزوم 1 وكروموزوم 2 وكروموزوم 3 وكروموزوم 4. لحظة واحدة، انت مش هتقولهم كلهم، مفيش وقت. اوكي، المهم ان احنا عندنا 23 كروموزوم جايين من ناحية الأب من 1 لـ23، وبرضو 23 كروموزوم جايين من ناحية الأم برضو من رقم 1 لرقم 23. لو مسكنا كروموزوم رقم 1 اللي جاي من الأب وكروموزوم رقم 1 اللي جاي من الأم، هنلاقيهم شبه بعض بس مش كوبي بيست، مش نسخة طبق الأصل. ممكن يكونوا بيتشاركوا في نفس الاسم بس مش بيتشاركوا في الطباعة. بيتشاركوا في نفس الاسم بس مش نفس ال، مش فاهم، هشرح لك. نتخيل كده مع بعض، نتخيل يعني ان كروموزوم رقم 1 ده فيه الجين اللي بيحدد لون العين. فالجين اللي جاي من ناحية الأب بيقول أنا عايز لون العين تبقى زرقة، هو أنا بحب اللون ده. بس الجين بتاع لون العين اللي على كروموزوم 1 اللي جاي من ناحية الأم بيقول لأ، لون العين هيبقى بني. والجين الأقوى فيهم أو المور دومينان هو اللي هيثبت رأيه. فبالرغم إن أنت ممكن يكون عندك الجين اللي يخلي لون العين زرقة، بس تتولد لون عينك بني، ما البني حلو برضه. إذا كروموزوم رقم 1 اللي جاي من الأب وكروموزوم رقم 1 اللي جاي من الأم ليهم نفس الاسم، وممكن يبقى عليهم نفس أنواع الجينات، ولكن مش شرط إن الجينات تقول نفس الكلام. في الحالة دي بنطلق على الكروموزومات دي اسم هومولوجوس كروموزومز. حلو، خلاص بقى كوننا الخلية بتاعت حضرتك اللي فيها 46 كروموزوم، وجه الوقت بقى إنك تكبر والخلية دي تنقسم. الخلية الجديدة لازم يوصل لها نفس ال 46 كروموزوم اللي في الخلية الأم. ففي المرحلة بتاعت الميتوزيس بنلاقي ال 46 كروموزوم عمل نسخة طبق الأصل من نفسه. ففي مرحلة من المراحل الخلية بدل ما يبقى فيها 46 كروموزوم بيبقى فيها 92 كروموزوم. كل واحد من ال 46 كروموزوم هيعمل نسخة طبق الأصل من نفسه ويفضل ماسك فيها. في الحالة دي بقى بنطلق عليهم اسم سيستر كروماتيدز، من اسمها سيسترز وزي بعض بالظبط. ولما يجي وقت الانقسام يفترق السيستر كروماتيدز، والنسخة الجديدة من ال 46 كروموزومز اللي في الخلية الأصل يروحوا بيتهم الجديد أو الخلية الجديدة، وتنتهي قصة السيستر كروماتيدز. ونبقى كده شرحنا باختصار الفرق ما بين مصطلح هومولوجوس كروموزومز وسيستر كروماتيدز. دلوقتي هسيب لكم لينك الميتوزيس والميوزيس عشان تربطوا الدنيا ببعض. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تدوسوا على لايك وسبسكرايب وعلى صار الجرس الجميل ده عشان يجيلكم نوتيفيكيشن كل ما يبقى فيه فيديو جديد. وما تنسوش برضو تبصوا على باتريون، سبت لكم اللينك بتاعه في الديسكربشن. دلوقتي بقى عليه مميزات حلوه، مش متخيلين دعمكم ليا على باتريون هيساعدني قد ايه اني اتفرغ واعمل لكم فيديوهات اكتر وبشكل منتظم. اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.